دكتورة ما أعرف شلون أجازيك، يعني فضلك أشيل على راسي إلى يوم الدين. فدوى القلب رجعتي لي بنتي بصحتها وعافيتها. حبيبتي أم فرح لا تقولين هيك، فدوى قلبك، أصلاً أنا ما سويت غير واجبي، المهم هي تكون بخير. المهم طمنيني شلون الوضع؟ الوضع بالزين، الأب تغير والبنية هدا تشوفيها ما شاء الله عليها، يعني أريد أبشرك حتى للمدرسة رجعت. ذكرتيني على طاري المدرسة، احتياجاتها قرطاسياتها كل شيء إن شاء الله هاليومين أكو جمعية راح تتصل بيك وقولي لهم على كل شيء. ممنونة ممنونة كلش منك دكتورة الله يرضى عليك، بس يعني أكو مشكلة بسيطة هيك صغيرونة وأني يعني أخاف تروح تأثر عليها. خير شنو هي؟ تعرفين هي صالة سنتين من عايفة المدرسة يعني، وهسه من يعني رجعت الدروس شوية يعني صعبة عليها يعني، وياها بنات يعني صغار بالعمر ما قاعد تتوالم وياهم. إذا على هذا الموضوع لا يظل بالك يمي، إن شاء الله جلستين ثلاثة نحل الموضوع. مو هيك فروحة؟ مشتاقتي لي؟ مشتاقتي نقعد نرسم سوا؟ دكتورة أنا مشتاقت لك ومشتاقة أحكي وياك. حبيبتي أنتي جهزي نفسك هاليومين إن شاء الله نقعد نرسم ونتونس. ها صحيح، ومن تطلعين قولي لها الإسراء خططتش موعد حتى تثبتها إلك. ظلت يمك العافية دكتورة، فدوى قلبك، مع السلامة، ممنونة. حبيبتي الله وياك. ألو؟ هلو دكتور عادل. شنو؟ شلون يعني انتحار؟ تمام يلا يلا هياتني جايه.